بعد التنسيق مع النيابة المحلية بجلفة تم توقيف ثلاث أشخاص في لحظة ثالث من عمرهم أحدهم من إحدى الولايات المجاورة وضبط بحوزتهم 1005 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. كذلك 96.33 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم من عائدة البيع والترويج مع حجم مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس وبعض الهواتف النقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل فيما بينهم.